شباب آسف على التأخير، بس والله فيديو مدته ساعة وقصص لقطات مقاطع فيه، فوالله صعب المونتاج. المهم نزل لكم المقطع، عادي شوي تأخر، يلا عادي عادي، معوضين خير معوضين خير، مقاطع حلوة. لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. اليوم عندنا مجموعة بدو عنوان، عندنا ملخص الفوت، ملخص بداية الفوت اليوم يوم السبت، راح تشوفون نص مباراة من يوم شوي، مبارتين يمكن من يوم السبت أو مباراة واحدة بس. حق أمس يوم الجمعة بداية الفوت كان يجيب لكم وايد مباريات، كل محمد مقطع 10 دقايق 10 دقيقة. طب أقول لكم شلون، مقطع مدته ساعة وايد مباريات، لكن شنو لما قصصته بالمونتاج كذا ما يصار، صار 8 دقايق 10 دقايق، فعشان تي شوف شلون أتعب قصة 50 دقيقة ما استاهل لايك. طريقك بالمقطع حط لايك وكسر لي واسحق لي زر لايك في المقطع والاشتراك. يلا عدينا ملخص الفوت، لا تصير لايك وسبسكرايب وانت حط لايك. ها صلى على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مشاهد يا شباب، الخصم تشكيلته قوية في مهمة صعبة، عند شباب، عند لاعبين، عند ناس، لكن إن شاء الله أقدر بدل ما تنام عيني أفوز. شوف شنو صار. سواريز هيكتور هيريرا، كرة تنقل بشكل ثلث حقيقة، مرة أخرى إلى كريزمان، كراسكو فرصة لتقدم المباراة، تيمو فيرنر جميلة الكرمية، الله نترى لكن قال ثاني شنو قصة السلك؟ طوشات فيرنر شدر الحارس ليش ترجع له؟ سؤال مطروح. شاوت وشهادة ممتعة محمد، شنو شهادة ممتعة؟ شهادة ممتعة. الله 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 يا جريزمان، بالروح المباراة ما تروح. الله الله الله، والله البيت نايم كله ما يقدر يصفي الكلام. تصفيق يا وشامته، ملعوب حلو بس كذي نظامك عرضيات، طبعا يسموني محمد ملك العرضيات، هجوميين ودفاعيين. تبي تشوف اللعب؟ تفضل تفضل تفضل. طبعا عفا يا محمد، هذي قول تقول يا فيدري يا فالي فالي فيردي، بنروح المباراة ما تروح يا فالي يا فيردي. الله 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 يا سواريز، بابا بابا ملا مباراة تقول الله. جيجي يا خصمي تستاهل الفوز. اللي بعده الواحد يقول بسم الله، ما قلنا
اتمنى عجبكم الفيديو اليوم، لا تنسوا لايك وسبسكرايب. الحين والله بنام، شوفوا موعد نزول المقطع فلازم انام الحين. فلا تنسوا لايك وسبسكرايب، انشر المقطع في كل مكان تقدر ان لتعبي. كيف فاي لايك ملخص فوت في تكمله بعد ملخص فوت باتر ينزل لكم موعد باتر. انا الحين ما اصل يعني فوق التصنيف اللي شفتوه تو برونزي 1 ما ادري كم، انا واصل اعلى لان طفنا لعب بعد مباريات، مباراتي توني لعبتها عشان اجيب هذا التصنيف. ما راح اقول لكم احرق، انتم باتر راح تشوفونه عقب باتر وقت نزول المقطع. لا تنسوا لايك وسبسكرايب، لا تنسوا تقدرون تعبي لايك واشتراك. سلام عليكم.